اه طبعا التعليم الفني اللي هو احنا بنتكلم فيه بقالنا، الدولة قدمت فيه دلوقتي مدارس الحقيقة عمل تطبيقية بتعود، 41 مدرسة دلوقتي تطبيقية. وهنا هسألك، يعني أولا بقى فيه أكتر من دور، مش بس المدارس اللي بتقدم، احنا كمجتمع، الإعلام، كمان البرلمان، يعني لازم كلنا نشترك عشان ترجع نظرة المجتمع للتعليم للتعليم الفني الفني. نظرة صحيحة. هي كان الأول طبعا التعليم الفني كانت الناس بتبص له يعني باستهانة جامدة جدا، لأنه كان اللي جايب مجموع صغير في الإعدادية بيدخلوا، لأنه ما كانش قادر يجيب مجموع الثانوي العام، بالظبط. فكان باب خلفي إن هو يخش وبعدين ياخد دبلوم، ولو دخل حتى كمل معهد عالي أو دخل حاجة تانية ندرة اللي بيكمل وإلى آخره. كان بيطلع لا منه متعلم تعليم عادي ولا منه متعلم صنع. بالظبط. فكانت يعني خريجي الفني والصناعي والتجاري أنا شايفة إنهم كان مضيعة للوقت وغير متعلمين بالمرة. وكان في نصرة من المجتمع إنه ده مش تعليم عالي. طبعا فدي لازم تتغير كمان. فالنهارده لا، النهارده حضرتك لو ما اشتغلناش بايدينا مش هنتطور. ومصر بلد الصنايعيه الحلوين. احنا لازم يكون عندنا فنيين. انا يعني حاجه، يعني انا رحنا الجامعه اليابانيه وكان رئيس الجامعه السابق قال لنا كلمه لذيذه جدا، قال لنا انا عندي ديزاينر كتيره قوي لكن ما عنديش تقني، ما عنديش واحد بيصنع بإيده. فاحنا المفروض ان احنا نبعت بره ناس تتعلم المهارات اليدويه اللي بايديها عشان يبقى عندنا جانب نظري وجانب عملي، اللي تمام. هو الناس تشتغل بايديها. يعني انا لو قلت عايزه النهارده اعمل مثلا حاجه في مثلا في الملابس، لازم اروح اجيب حد من الناس المشاهير اللي بيشتغلوا ناجحين عشان يدخلوا يعملوا معايا برنامج اقدر من خلاله، لان ده بينفذ بايديه. ايوه ده بس حضرتك تفتكري انه الاجيال، يعني اجيال جدتي وكده، كانوا بيدرسوا تطريز والحاجات دي، الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي. فاعتقد لما ده يعود والناس تدرسه تاني ويبقى ليه نفس القابليه بقى العالميه والخطوط الحديثه هيفرق كتير. احنا عندنا، انا دايما اقول عايزين نبعد عن بليه ونبعد عن انه يبقى عندنا بس زخرفه كانت، وكان عندنا كهرباء، كان عندنا كام قسم كده عجائب غيره. فانت عايزه كل ما يهم التعليم الفني، صناعه الحاجات زي تايلاند وزي ماليزيا، يعني احنا عندنا لازم يتوسع الافق بتاع العمليه بتاعه التعليم الفني في مجالات كثيره. لما عمل السويدي مدرسه والعربي عام مدرسه، الولاد دخلت تتعلم الحاجات دي، ما دخلتش تتعلم حاجه تانيه. أيوة. فهو ده الميزه، يعني كانت هو ده الاتجاه. مبادره سياده الرئيس لما بدات اول مدرسه بالعربي، دي شركه كبيره وشركه يعني دخلت اهم تكنولوجيا في مصر، وعلى سياق ده ابتدت مدارس كتيره تدخل او شركات كبيره تدخل تعمل مدارس، طبعا هيدرب ولاده هيشغلهم عنده. فدي حاجه يعني مهمه، ان انت بتجهزي الخريج لسوق العمل. صحيح. خلاص انت مش عايزه اكتر من كده. صحيح، هو جاهز وعارف الاحتياجات بتاعت سوق العمل. بالظبط. طيب.